طيب صباحكم الله بالخير مرة ثانية. اليوم ليت بزاري عنده أخبار. إيش عندك؟ ما أخبار حلوة. ما هات ما في جعبتك. عراس زواج أشياء حلوة صباحك. إيجابية أهم شيء. ما في ماك طلاق؟ لا لا. أحسن يكون الزواج إيجابي. إيجابي يا جماعة. احتفل رونالدو نجم الكرة البرازيلية السابق ومالك نادي بلد الوليد الإسباني بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا، ليست سيلينا غوميز ولكن سيلينا لوكس التي تصغره ب14 عاما. وتصدر خبر زواج النجم الشهير من العارضة مواقع التواصل، إذ يعتبر هذا الارتباط الثالث في تاريخ رونالدو العاطفي بعد الفشل مرتين في زيجاته السابقة. أحب الناس اللي كده عندهم نظرة تفاؤل في الحياة، إنه لو فشل في تجربة يعيدها تاني وثالث ورابع ويسوي زفاف كبير ويكون متفائل ومليء بالأمل والحياة، ليش لا؟ والعمر ما بهمهم، تلاحظوا 14 سنة بينهم الفرق عادي. شو رأيك عادل؟ تبون أشارك أنا؟ في عوامل أخرى يعني ما اقتنع أول مرة ولا ثاني مرة، يحب يجرب ثالث مرة عشان يقتنع إلا تزبط. أنا ما أقول إنه الإصابات كانت يعني في مسيرة الرياضية كانت خير دليل إنه هذه نهايته. ونبقى في أجواء الأفراح في سن 70 وللمرة الثالثة عقد المصارع الشهير هالك هوغان قرانه على مدربة يوغا تدعى سكاي ديلي تبلغ من العمر 45 عاما. الاحتفال بدأ بسيطا وعائليا، وقال هوغان: طلبت من سكاي أن تتزوجني وكانت مجنونة بما يكفي لتقول يس أو نعم. ونشر صورة علق عليها قائلا: 70 عاما أصغر من أي وقت مضى وأكثر سعادة من أي وقت مضى. الله، شايفين العمر ما مش ضروري بال. أنا أحبك هوجا. إن شاء الله عاد البدرب. إن شاء الله تنتهي هذه الفقرة على خير. زواج في السبعين. خليه انبسط. ليش لا؟ ليش لا؟ وبعد كده أشوفه ما شاء الله بشبابه وبجماله ووسامته. ما شاء الله شايفة زوجته. ليش لا؟ أعتقد خارج الحلبة وداخل الحلبة سيضرب هو. مايكل دوغلاس على أي سنة تجوز؟ مؤخر. وعادي ما في مشكلة. حياة حياة حلوة سعيدة على رأيي. الله يهني اللي. اي والله لا سعيد بسعيده ما ادري كيف. طيب نروح على افريقيا. يلا. الفتاه البيضاء بروك جاكسون وهي طبعا البالغه من العمر 21 عاما حصدت لقب ملكه جمال الكون في زيمبابوي، الامر الذي اثار ضجه كبيره. المعروف ان زيمبابوي كانت تضم اقليه بيضاء، لكن مساله العرق جدلية فيها اكثر من جارتها جنوب افريقيا. بعض المنتقدين قالوا ان فوز فتاة بيضاء بلقب ملكة جمال زيمبابوي يمثل شكلاً من أشكال العنصرية. حيرفعوا عليها هاشتاج. أكيد رفعوا عليها هاشتاج. ما أبي أقول لكم أن تموت ملكة ترين. الجمال لا تمثلنا. على فكرة برضو زيمبابوي مثل ساوث أفريقا مثل جنوب أفريقيا كان فيها برضو كان فيها يعني ميكس بين بيض والبشرة السوداء في هذا البلد، ولكن هناك جدل على هذا الموضوع. وفي ضربة لجهود الحفاظ على المناخ، ألغت شركة ليجو الدنماركية العملاقة لصناعة الألعاب خططا لصنع قطعها من الزجاجات المعاد تدويرها. الشركة كانت قد أعلنت في 2021 أنها تهدف لإنتاج قطع لا تحتوي على النفط الخام، إلا أنها أكدت خلال الأيام الماضية أنها وجدت أن استخدام المواد الجديدة لا يقلل انبعاث الكربون في الجو، مشيرة إلى أنها لا تزال ملتزمة تماما بصنع قطع الألعاب من مواد مستدامة. أهم شيء أنه هذه المواد لا تضر أطفالنا ولا تؤثر فيهم أو يكون فيها غازات أو مواد تتسبب بأمراض لأطفالنا. سمعتي شلون يقول كربون؟ كربون. كربون. ما قلت كربون، قلت كربون. لا وبعدين مش هيك، برضو بدهم يحافظوا يكون إنه مستدارة ولكن تكون ما تكون خطيرة. طبعا. الألعاب ليس فقط إنها المادة، برضو تكون أحجامها ما تكون تأثر لا سمح الله الولد يبلعها أو. ما هي قد كده بعضها أحجامها مرة صغيرة. خطرة هي صراحة للأطفال مرة خطرة. صحيح. وأخيرا حصلت على شركة بي ام دبليو على موافقة أهالي قرية شتراس كيرشن أو شارع الكنيسة إذا ترجمناها بالعربي بولاية بافاريا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في المنطقة. الشركة أقنعت 75% من السكان بالموافقة في استفتاء أنهى الانقسام حول المشروع الذي لاقى معارضة الأهالي بالبداية خوفا على أراضيهم الزراعية.
القرية، واختارت بي ام دبليو هذه القرية لقربها من خطوط تجميع المركبات، ما يسهل عملية النقل، وهذا سيساعد الشركة في خططها للانتقال الكامل للسيارات الكهربائية. والله خوش مشروع بصراحة. شتراس أو الشارع شتراس كيرشن. شو رأيكم بالسيارات الكهربائية؟ أنتم مع ولا ضد؟ سيارات كهربائية إذا ما أدري أني حسب ما أفهم أنه السيارات الكهربائية هي أكثر صديقة للبيئة. طب أنت عشان تنتج الكهرباء برضو بتحرق الوقود وبتنتهك البيئة. أنا 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 صديق لريم، ولكن أنا أحب سيارات الفي 8 اللي بالديزل. ديزل أو حتى الفي 8 الثمانية سلندر يا أخي تسولف، وهذا الصوت هو طرب. صح. كهربائية أعتقد أنه أنت قاعد تسوق ثلاجة. وبعدين في شيء مهم بالبطاريات، بالسيارات الكهربائية البطاريات لازم إعادة تصنيعها، بتحتاج على طول بطاريات، إذا في تلوث بيئي. لا إلى يعني المشكلة إلى الآن ما دخلنا بهذا الاستعمال القوي للسيارات الكهربائية حتى نجربها، وبالتالي ربما يمكن في بعض بلداننا إلى الآن هذه البنية التحتية للسيارات الكهربائية غير جاهزة، فبالتالي هي مشروع بالهجري. نعم. نسألك عن السيارة الكهربائية، مع ولا ضد؟ أنا زي عادل بحب السيارات التقليدية يعني. الله لسه مش قادره اتكيف قوي مع الجديد. لا مش قادره تغييرات بدون صوت بدون تحسيها مش شغاله. في صمت والله. ايوه صامته. اعتقد بكن قاعد تسوق في فيلم تشارلي تشابل. فلا لا لا سياره 8 ستاندر يلا بس احذروا من التنمر عشان شوفوا لو حد تنمر شايف عادل على الطاوله ما في تنمر ولا واحد فينا خصوصا عادل ابدا. شكرا ليت، شكرا ليت، انا سعدت بالعمل معك. يلا تفضل يا سيدي. شكرا عادل.